مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده المتجدده من برنامج ميادين، الذي من خلاله نعود لمواكبه الاحداث الرياضيه، خصوصا منافسات البطوله الاحترافيه انوي التي تعيش الانفاس الاخيره من لقاءاتها، ولقاء الذي به يزال الستار على فعاليات الجوله السابعه، لقاء القمه، لقاء الكلاسيكو الذي يجمع في هذه الاثناء كل من الجيش الملكي بفريق الوداد البيضاوي المتصدر، والنتيجة على بعد 3 دقائق من نهاية المباراة هي تقدم الوداد، وذلك بهدف لصفر، هدف اللاعب مؤيد اللافي في 60. اليوم أستضيف ضيفا عزيزا، ضيفا غاليا، ارتبط صوته بصوت عدد من المعلقين الذين كانوا يشنفون الأسماع، وذلك في حقبة السبعينيات، ويتعلق الأمر بالمعلق الزميل حميد البرهامي. سي حميد، مساء الخير، أهلا بك. أهلا سي فؤاد، وشكرا على تقديم، ويعني يسرني كثيرا باش نكون موجود معك في حلقة من الحلقات انت كتقوم بالتقديم ديالها. شكرا لك سي حميد البرهامي لبيت الدعوه. والوداد الدعوه نلبيها يعني ما يمكنش، انا يعني من الرياضات اللي تبغيش انني نتسلى على واحد الواجب اللي انا تعودت عليه سنين وسنين. دابا نقول لك شوف الهدف ديال الجيش الملكي ضد فريق الوداد البيضاوي، واش هو ولا لا؟ احنا يعني باقي كنتابعوا اللقاء، اذا تم الحكم لا زال متمسك يعني برايه، كيرفض الهدف بربما شروط لاحد اللاعبين اللي شاركوا في العمليه، ولكن لحد الان حالات ليس هناك. يعني في البدايه بدينا معك سي حميد باللغه التحكيمي. طيب بعد في انتظار القرار ديال الحكم ديال مباراة الجيش امام فريق الوداد، نرحبوا ايضا ضيف عزيز اخر علينا، يطل علينا كل اسبوع، وهو صديقنا اسماعيل الزيدي. اخي اسماعيل، مرحبا بك. اهلا ومرحبا، وانا كذلك سي فؤاد جد سعيد بالتواجد معك، وكذلك مع سي حميد البرهمي اللي عشنا معاه واحد الفتره زاهيه ديال النقل ديال المقابلات عبر الاثير، ودائما سعيد بالتواجد معك وبالتواجد مع مستمعي راديو ميديا وبرنامجك ميادين. شكرا لك صديقي اسماعيل. قبل ان اعود لهذا اللقاء بتفصيل، لقاء الكجمع الوداد وفريق الجيش الملكي، دعنا الحدث بالأمس وتشكل في تعيين رئيس جديد واختيار رئيس جديد لقافلة ولسفينة فريق الرجاء البيضاوي، يتعلق الأمر بأنيس محفوظ. سي حميد برهامي، أنت كتتابع الشأن الكروي خصوصا مدينة الدار البيضاء منذ أكثر من 4 عقود، هذا يعني هذا الاختيار ديال هذا الرئيس، واش يمكن يشكل هو نقطة تحول جديدة بالنسبة لفريق الرجاء؟ واللي اصبح رئيس على فريق الرجاء ولا فريق الوداد البيضاوي، اول حاجه غتقول لي الله يحسن عوانك، لان الفرق صعيبه كثير يعني، وهاد الصعوبه ملي كتجي من الجمهور اللي عندهم، الجمهور اللي كيحضر بكثره، رغم اننا الان كاين الجائحه ما كاينش الجمهور، ولكن الوقت اللي كتكون ما كاينش الجائحه فالجمهور اللي كيحضر يعني يصعب على انك يمكن لك ترضيه. ولا بغيتي ترضيه تجيب لي فريق متكامل، فريق متجانس، المسؤوليه كتكون كبيره. اذا اي رئيس ديال الوداد ولا الرجاء الله يحسن عوانه، لانه خصو يكون دائما يفيق واحد كري وما ينعش بكري باش يمكن له يحل كل مشاكل ديال الفريق ديالو. هذا بالاضافه الى ان الجمهور البيضاوي كما قلت رجل لا يرحم من حيث النتائج، لا يرحم، والوقت كيمشي 50,000 و60,000 متفرج كتحضر المباريات سواء ديال الوداد ولا ديال الرجاء، فهو كيبغي المتعة، كيبغي الفرجة، وكيبغي النتيجة. الدليل على ذلك أنا غادي نخرج المباراة ديال اليوم اللي كيلعبها فريق الوداد أمام فريق الجيش الملكي، المعروفة بالكلاسيكو. لا وجود للكلاسيكو اليوم، وجود فريقين وقلاء وش صفر، والمباريات اللي يلعبوا الإفريقية أطرات على الأداء ديالهم، أطرات على العطاء ديالهم، ولكن مباراة يعني المستوى ديالها متواضع
رغم أن فريق البيضاوي منتصر ولكن مستوى متواضع، وهناك يبقى يطرح السؤال يعني من شنو من جا الخلل ومن جا الأسباب اللي خلات فريق الوداد البيضاوي ما يظهرش بالشكل اللي شفناه في المقابلة الأخيرة الإفريقية واللي انتصر فيها 6-0. اليوم يعني نقولوا العياء باين على اللاعبين لا الفريق الجيش الملكي وفريق الوداد البيضاوي، إن كانت من نشوفوا مقابلة المستوى، ولكن أعتقد أنها مقابلة عادية مع امتياز لحد الآن لصالح فريق الوداد البيضاوي بهدف مقابل شيء قد أعطيه لشيء يصبح الصف الأول شتادية من النقاط على الفرق الأخرى وأعني بها فريق الرجاء البيضاوي. طيب سي حميد، المباراة لا زالت متواصلة كما ذكرنا، الحكم يعني رفض الهدف اللي سجله فريق الجيش الملكي يعني بعد ما لجأ لتقنية الفار وبعد معاينة، ومباراة توقفت حوالي 5 دقائق يعني يعني تأكيد صحة الهدف من عدمه. هذه المباراة كما ذكر اسماعيل الزيدي كما ذكر يعني سي حميد البرهامي يعني مباراة اللي ربما كنا كنتظروا منها الشيء الكثير، يبدو بأن المجهود اللي بدلوه الفريقين في المباريات القارية أثر نوعا ما على مردودية فريق الوداد وأيضا فريق الجيش الملكي، خصوصا الجيش اللي باستثناء بعض يعني بعض المناوشات في الجولة الأولى، ففي الجولة الثانية المبادرة كانت بشكل كامل لعناصر الوداد. متفق معك مع سي حميد من هذه الناحية، لأننا كنشوفوا بأن مستوى اللقاء وقلت الفرص الحقيقية للتسجيل، وكذلك أن مستوى اللقاء المستوى التقني ليس بمستوى الغني، ما كنشوفوش مقابلة بمستوى عالي، ما كانش إيقاع مرتفع، ولكن كذلك نضيف بأنهم المشاركة الإفريقية اللي كانت متعبة بالنسبة للفريقين. الحاجة الثانية هو الطابع الدفاعي في التشكيلة اللي اعتمدوا عليها المدربين بجوج، لا من جانب الوداد لا من جانب فريق الجيش الملكي، لأننا كنشوفوا وسط ميدان وداد اللي فيه جلال داودي وفيه جبران وفيه حسوني كذلك، وإضافة حيمود اللي كيلعب مهاجم وكذلك وسط الميدان، وبالنسبة للجيش الملكي كذلك وميتال كنشوفوا سبعوني وكنشوفوا الشيبي وكنشوفوا 3 لاعبين كذلك بنزعة دفاعية، ما كاينش لاعب هجومي في وسط الميدان اللي عنده نزعة هجومية اكثر، هادشي اللي خلى اللقاء يكون، وصرتوا ان الفرق بجوج كتعتمد، وصرتوا فريق الوداد من بعد تسجيل الهدف فولينا كنشوفوا انه كيقلب اكثر على انه ينهي المقابلة بهذاك الهدف الواحد وفقط، لاعبين ديالو ولاو كيفكروا فقط في الواجب الدفاعي، وتا لو بلوك ديال فريق الوداد نزل بزاف وتحملوا عبء اللقاء، وهادشي اللي كيفسروا هاد المحاولات ديال فريق الجيش اللي كانت كادت انها تعطي الهدف، وشفنا محاولات كثيره ديال فريق الجيش رغم ان المحاولات فقط كتجي غير عن طريق الكرات الثابته، ما كاينش كرات دي كومبينيزون اللي مخدومين زعما كنشوفوا بهم ان فريق الجيش قادر انه زعما يدير محاولات اللي حقيقيه وكثيره على فريق الوداد، حتى الايقاع ديال اللقاء ايقاع نازل، كاين بعض الفترات كنشوفوا خصوصا في الجهه اليسرى ديال فريق الجيش ايمانويل كيبادر، شفنا كذلك من بعد شفنا تغيير ودخول لاعب ارينا اللي لاعب مهاجم باش يعاون فريق الجيش الملكي ويعطي جرعه هجوميه لفريق الجيش، لكن ماشي اللقاء الكبير، ماشي الكلاسيكو اللي تمنينا، ماشي الكلاسيكو اللي تعودنا اننا نشوفوا فيه كره هجوميه، نشوفوا فيه محاولات كثر، نشوفوا فرق كبيره في المغرب بحال الوداد والجيش اللي عندهم لاعبين بنزعه هجوميه اكثر في هذه اللقاءات. بالفعل ربما يمكن القول سي حميد برهامي ان بعض الغيابات يعني تكون اثرت على مردود فريق الوداد، لاعبين اللي ربما راهن عليهم يعني وليد الركراكي في بدايه الموسم، لما نتحدث عن بنيشو عن رضا الجعدي عن ايضا لاعب مترجي، هذو لاعبين كلهم يغيبون بداعي الاصابه، ويعني الفرصه تعطات لاعبين اخرين اللي كانوا في دكه الاحتياط، لما نتحدث عن اللافي و ايضا اللاعب حيمود وايضا جلال الدودي، هادو كل عناصر لعوضات، واش هاد اللاعبين اللي عوضوا كانوا في نفس المستوى ديال اللاعبين اللي اختارهم الركراكي في بدايه الموسم؟ فؤاد هادي ما تشفعش الركراكي، علاش هاد التحليل هذا ديالك مشكور عليه،
ولكن علاش ما تشجعش؟ لانه سبق عمل مغامره نسميها انا كمغامره في ادخال 6 أو 7 ديال اللاعبين اللي كانوا احتياطي في المقابله الاخيره في البطوله، استطاع باش يخرج بنتيجه الفوز 1-0. اذا اراح اللاعبين اللي هما اساسيين في فريق المقابله اللي ربح 6، ودخل لاعبين اخرين اللي استطاع باش ينتصر في الدقائق الاخيره. اليوم ما كنشوفوش نفس الوجه، اليوم كنشوفو مقابله اخرى، وهذا ما تلامش فيه غير الوداد. حتى فريق الجيش الملكي ماشي هو الفريق الجيش الملكي شفناه في المقابله الاخيره في الجزائر. اذا كاين متغيرات، وهذه المتغيرات شنو هي الاسباب ديالها الحقيقيه ومنين كيجي؟ واش هاد اللاعبين ما كيستطعوش باش يرجعوا للياقه البدنيه ديالهم والعاية ديالهم، او هناك اشياء اخرى؟ الله اعلم. على كل كمتتبع وكمتابع كره قدم، فالمعطى اللي عطاونا هذه الشرقه دي هذه المقابله ديال اليوم لا يمس تماما بالمستوى اللي وصلت عليه البطوله في بعض المباريات. لا اقول الكل، بل في بعض المباريات كاين المستوى متحسن، مثلا كتكون الفرجه وكتكون يعني المتعه في بعض المباريات، ولكن المباريات اللي كنعطيو عليها اهميه وكنعملوها في القمه في المقابله ديال اليوم فهي كان بالنسبه لي انا مستوى متوسط، واتمنى اننا نساوى هذه المباراه في كلا الفريقين ونشوفوا مباريات احسن بكثير بكثير من هذه المباريات. بالفعل يا لين سي ابراهيم، وانت راك يعني طوال المسيره ديالك المهنيه، وحنا كنذكروا حنا هذا الجيل ديالنا كنذكروا يعني في السبعينيات والثمانينيات المنادات على السي حميد البرهامي في المركب الرياضي محمد الخامس، كيفاش يعني كنت يعني الصوت ديالك والصوت ديال العديد من الزملاء ديالك لا زال في الاذان ديالنا لما نتحدث عن حميد البرهامي، على خويي بابا، على يعني مجموعه من ابراهيم، خي بابا على السي العزاوي، على مجموعه من السي ايوب الله يرحمه، على الحراق مجموعه من الزملاء واللي احنا يعني كما قلنا عشنا معكم هذاك الجيل. تابع طبيعه الحال من منصه التعليق ديال المركب الرياضي محمد الخامس، شفتي العديد من المباريات ديال الجيش الملكي والوداد، والمباراه كتنتهي في هذا الاثناء بفوز الوداد 1-0. الوداد يعني اسماعيل الزايدي كنشوفوا فريق اللي كيتزعم البطوله ولكن مسجل 10 اهداف فقط يعني في 7 دورات، يعني غلى يعني لا تليق بفريق متصدر للترتيب العام، علما بانه يتوفر على احسن دفاع لانه استقبل هدفين فقط في المباريات 7 ديالو، وكانت امام يوسفيه برشيد. هو باش نفسروا هذه القضيه ديال ان الوداد دفاعيا قوي، فكنفسروا كذلك كنفسروها بالاداء وبالاستقرار على 4 لاعبين في الدفاع، والاداء ديالهم كذلك داري، اخص بالذكر داري وكوبارا في وسط الدفاع، وكذلك العملود وعطيه الله، وكذلك المستوى ديال التكناوتي اللي كان فيه تحسن في بدايه هذا الموسم. لكن المنظومه الدفاعيه ككل ديال الوداد كتخدم مزيان، لانهم شفناهم مركزين على الجانب الدفاعي، شفناهم في مقابلات كثيره خصوصا المقابله الاولى باتحاد طنجه، وبعض المقابلات اخرى شفنا بان الوداد لما تسجل فالوداد تحافظ على المنظومه الدفاعيه ديالها ابتداء بدايه من الهجوم، والمهاجمين اول مدافعين، وتيكون لو بلوك ديالهم كومباكت قراب لبعضياتهم الليلين، هذاك الشيء اللي كيخلي صعوبه انك الاختراق ديال الخصم، وصعوبه انك تلقى مهاجمين قويين ووسط ميدان قوي اللي قدروا يعطوا تمريرات حاسمه، ومهاجمين كذلك يخلقوا الفارق كذلك بالمراوغات ديالهم ويسجلوا على فريق الوداد. بينما الهجوم فهجوميا بدا قوي، سجل 4 اهداف جوج الجولات الاولين، ولكن من بعد شفنا واحد التراجع، كاين تغييرات كثيره، تنشوفوا مسوفا المستوى ديالو ما استقرش كثير، وكذلك اللي رجع كنظن ان المقابله فكر في المستوى، خصوصا الهدف اللي سجل بعد التمريره ديال الحيمود اللي رائعه، وطريقه الاستقبال ديال الكره كانت اروع من جانب اللافي اللي بين واحد المستوى كبير فهاد اللقاء، تحركات كثيره يمكن من المهاجمين القويين، ولكن الكارتي وحسوني ديال السنه اللي فاتت وكذلك جبران
وديك القوة ديالهم على الاحتكار ديال الكرة وإعطاء الكرة للمهاجمين، وخصوصا من كتكلموا على المهاجمين اللي كانوا السنة اللي فاتت بحال أوناجم والكعبي اللي تيسجلوا أهداف كثيرة واللي كانوا حاسمين وكان الأداء ديالهم جد محترم السنة اللي فاتت. هادشي اللي كيفسر التراجع الهجومي، رغم أن التراجع الهجومي نقدروا نتكلموا عليه في البطولة لأنه في لقاء ديال كأس إفريقيا ديال عصبة الأوطان فتألق الهجوم ديال الوداد وزعما سجل سيل من الأهداف وكان واحد التألق. يمكن الخصوم حنا لا تكلمنا على بطولتنا فكنتكلموا على بعض المقابلات اللي كدوز مستوى هذه المستوى فقير تقنيا بحال هذه المقابله اللي دازت بين الوداد والجيش، ولكن ملي كنتلاقاو مع خصوم اخرين ربما الايقاع ديال البطوله باش غدا واللاعب كل ثلاث ايام فيمكن هو اللي تيعطي هذه الاضافه، لاننا يعني شفنا تفرق الجيش الملكي ضد شبيبه القبيل فصار الوجال وكان بامكانه انه يسجل اهداف كثيره وتحرم من هدف حقيقي. اذا يمكن هاد كثره المقابلات فهي في صالح الكره المغربيه لانه في المنافسات القاريه تيبان فرق كبير بين الفرق المغربيه اللي كتبان على استعداد، خصوصا انه وصلنا في الجوله السابعه في البطوله المغربيه في هذا الموسم بينما البطوله المصريه فقط يلا على الدور الاولى. هادشي يمكن يكون في صالح الكره المغربيه، لكن دائما نطمح للاكثر وبغينا نشوفوا كيف ما تكلمتي يا سي فؤاد على الفتره ديال سي حميد البرهامي الزاهيه اللي كنا كنشوفوا كلاسيكو ديال الوداد والرجاء اللي كان كيكونوا فيه اهداف كيكونوا فيه لوحات فنيه، فاليوم ما كانش دازوا الفرق بجوج دازوا من جانب اللقاء، وخصوصا ان كان واحد الحذر كبير في التركيبه البشريه اللي داخله من الاول من جانب المدربين وحذر دفاعي كبير خوفا انهم يتسجلوا عليهم اهداف. هادشي اللي خلانا نشوفوا مقابله اللي ما كانتش غنيه تقنيا. طيب مقابله اللي بها تم اصدار الستار اذا على منافسات الجوله السابعه، والفرق سي حميد برهامي تعود لبحر المنافسات يوم غد، حيث هناك لقاءين مبرمجين شباب المحمدية أمام حساس أكادير. البعض يقول من بعد اللقاءات الهامة خصوصا بالنسبة للمدرب شباب المحمدية محمد فاخر اللي في اللقاءات الأخيرة الفريق ابتعد عن تحقيق نتائج إيجابية، بل البعض ربما يقول أنه لقاء الفرصة الأخيرة بالنسبة لشباب المحمدية الذي يستضيف حسنية أكادير. كيف تقرأ أنت هذا المواجهة بين الفريقين سي حميد؟ وهي مقابلة صعبة لكلا المدربين. بالنسبه لحسنيه اكادير فهو انتعش بالانتصار ديال الدوره الاخيره وربما هي اللي رجعت له واحد النوع من الثقه بالنسبه للاعبين. كنا كنشوفوا تحركات ديالو في الميدان كيفاش انسان كان على اعصابه، بينما فريق شباب المحمديه مازال الان لحد الساعه فاخر ما طاحش على المجموعه اللي يمكن ليه يعتمد عليها ويمكن ليه تمشي في البطوله، فهو حاول يعمل بزاف ديال التغييرات بالنسبة للاعبين ولا الأماكن ديالهم، ولكن مازال محمد فاخر ما لقاش ذاك الفريق اللي كيتمناه لشباب المحمدية واللي يمكن له ينافس فيه في البطولة. إذا مقابلة كما قلت هي مقابلة مصيرية بالنسبة لفريق شباب المحمدية اللي هو في الصف ما قبل تقريبا الصف 12 بسبعة ديال النقاط، وهذا ربما فريق شباب المحمدية ما كانش كينتظر أنه يكون في الرتبة هذه، فإذا راه المقابلة غتكون صعيبة. بينما حسنية أكادير اللي خصنا نطرحوا السؤال اللي خصو يتقال، واش الانتصار ديالهم ديال الدورة الأخيرة 1-0 أمام يوسفية برشيد غادي يعطيهم واحد النوع من الثقة، مع أنهم يقوموا بتأدية يعني مباريات في المستوى ولكن النتائج عكسهم، غادي يواجهوا فريق اللي كيخلق المفاجأة من دورة إلى دورة، كتنتظروا على أنه غادي يكون فريق ضعيف فإذا بك يخرج بنتائج إيجابية بالنسبة للفريق يوسفية رشيد اللي ربما فريق حسنية أكادير يحتطم بفريق بالنسبة للمستوى اللي كيقدموه وخصوصا في الدورات الأخيرة. إذا المقابلة تكون صعبة لكلا الفريقين ويصعب التكهن بالنتيجة لمن سيكون الفوز، ولو أن فريق حسنية أكادير كيلعب داخل غادي يكون لعب خارج الميدان ديالو، ولكن ربما هذا تكون المقابلة صعبة بالنسبة للشباب المحمدية. إذن ننتظر
المفاجأة في هذه المباراة. نعم ننتظر الشيء الكثير، مباراة يعني شبه متكافئة بين فريقين اللي كيتحتلوا تقريبا نفس الترتيب، حتى تقريبا 8 نقاط كما ذكرتي سي حميد إبراهيمي، شباب المحمدية 7 نقاط، هذا المركز اللي كيحتلوه يعني 5 ديال الأندية، 1 2 3 4 إذن 4 ديال الأندية اللي هما أيضا كل من يوسفية برشيد وأولمبيك أسفي صديقي إسماعيل زيدي، يعني لقاء آخر متكافئ بين هذين الفريقين اللي توفروا على فراسي ديالهم 7 نقاط بفوز وأربعة تعادلات وهزيمتين، لقاء أيضا تحت شعار ممنوع الهزيمة بالنسبة لكل من يوسفية برشيد وفريق أولمبيك أسف. ويمكن القاسم المشترك بين هاد جوج فراقي أو ثلاثة فراقي اللي ضفنا لهم أولمبيك أسفي هو الحفاظ على الإطار التقني للفريق، ولكن مع تغييرات كثيرة في التركيبة البشرية ديال الفرق باستثناء شباب محمدية اللي يمكن ما كانش تغييرات كثيرة على التركيبة البشرية اللي لعبها السنة الماضية، العكس فريق حسنية أكادير اللي مع رضا حكم خدا واحد المغامرة كبيرة واحد المخاطرة، لأنه تقريبا جميع العناصر اللي كانت مهمة في الفريق الأساسية إلا ما نقدر نتكلم على 7 3/8 اللاعبين الأساسيين غادروا الفريق، لكن تغيرت الروح كذلك. شفنا المقابلة الأخرى حسن جاكادير كيفاش كان على الأعصاب ديالو، اللاعبين كذلك المدرب كانوا كيحاولوا أنهم يخرجوا بنتيجة إيجابية، وهذه النتيجة إيجابية غتعطيهم فرصة أخرى، لأن دائما في كرة القدم نتيجة إيجابية كتعطيك فرصة أسبوع آخر زعما كتكون فيه الظروف مناسبة للتدريب وتهيئ المقابلة، على عكس فريق شباب المحمدية مع المدرب اللي عنده تجربة كبيرة محمد فاخر واللي تعرف هادشي وتعرف ميدان كرة القدم، اللي ضغط كبير ضغط ديال النتائج، وهادشي عادي لأنه بقي الله 7 المقابلات ما يمكنش تكلموا على بزاف الحوايج، رغم أنه تيبان أن الصراع كيتجه دائما الرجاء الوداد في المقدمة، الدفاع الحسن الجديد اللي كذلك غير وحافظ على الإطار سعد الحق بن الشيخة وكذلك غادي مستوى جيد هو الثالث في البطولة، فباستثناء هادشي فخص الانتظار خص عمل كثير كينتظر الفرق، خصوصا ملي كتكون تغييرات كثيرة على التركيبة البشرية، غادي ننتظروا يمكن حسنية أكادير جاي من فوز غادي يعطي واحد دينامية إيجابية في التدريب بشي هي المقابلة ديالو، لكن دائما الفرق اللي كتكون حيت ملي كيكون فوز صعيب أنك تكون شيني مقابلات باش تفوز بمقابلات كثيرة، لأن الفرق فعلا الفرق اللي كتربح مقابلات كثيرة متتالية فهي الفرق اللي كتكون بطلة وهي اللي كتقدم ترتيب، والفرق اللي كتكون جاية من هزيمة دائما كتكون واحد طابع دفاعي واحد طابع ديال عزيمة كثيرة طموح أكبر، وهادشي اللي يمكن ننتظرو من جانب فريق شباب محمدية اللي غيكون صعيب أنك تشوفو نهزم في هذا اللقاء ضد حسنية أكادير. طيب لقاءات مثيرة تنتظرنا صديقي إسماعيل زيدي في نهاية الأسبوع، وإن كان بالنظر أيضا لتقارب المستوى ديال الفرق. شكرا لك إسماعيل زيدي، شكر الموصول لسي حميد البرهامي، أنا جد مسرور فخور أنك أنت ضيف معنا اليوم بالصوت ديالك اللي كما ذكرت باقي لنا في الأذهان. شكرا سي فؤاد، واتمنى لك يعني دوام الصحه والعافيه. شكرا. والنجاح فيما يخص المبادرات اللي تقوم بها. شكرا لك سي حميد برهامي، شكرا اسماعيل زيدي، شكرا الموصول ايضا صديقنا عبد الرحيم بقى لمخرج هاته الحصه، غدا موعد اخر مع ميادين مع صديقي يوسف الشاطر في